قال الرسول: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. معصية كبيرة. بحديث البخاري في تفسير الرسول ماذا يقول؟ والذي نفس محمد بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا هذا الملائكة يعني إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. شو يعني؟ مثل ما قال الرسول إلا لعنتها الملائكة. مين المراد بالذي في السماء؟ الملائكة. فهمتوا؟ مش الله اللي ساكن السماء، الله ما بيسكن السماء.